told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. لكن الأمور أخذت منعطف غير متوقع، وسيلفر وضحت إن سحر تيرا مش بيتعلمه غير أهل القبيلة، والغرباء بيعانوا من ارتداده بمجرد ما يتعلموه. وكويلان قال لها إن الدكتور قال إنه هيعيش بس لحد الربيع اللي جاي. سيلفر بتقترح إنهم يمكن يلاقوا طريقة تانية تساعده، خصوصا إنه تعافى أسرع في آخر هجوم، يمكن عشان امتص سحرها. وسيلفر افتكرت إن سحرها ممكن يساعد كويلان، وكويلان بيأكد لسيلفر إن هي اللي ساعدته فعلا في آخر هجوم. وسيلفر بيتخيل مشهد رومانسي وهو بيحضنها، بس هي اتضايقت من أفكارها، وكويلان بيطمنها. وبيدخل الدكتور لبايز وسلم على سيلفر وشكرها على مساعدتها، وقال لها إن تخمينه عن سحر الطرد كان صح، لأنه ممكن يسرع في شفاء جروح الحيوانات. وسيلفر بتستغرب وسألت الدكتور إذا كان درس سحر التاروت، فاعترف الدكتور إنه بحث فيه، وقال لها كمان إنه مهتم بالإنسان الغير طبيعي. وضح كويلان لسيلفر إن ليفايس هو دكتوره الخاص، وإنه أجرى بحث مكثف عن التاروت عشان يساعده في العلاج. وقال إن الدكتور ليفايس إن جوهر سحر التيرة هو إتقان تدفق الوقت، عشان كده النباتات بتنمو بسرعة فوس والناس بتتعافى بسرعة بناء على نفس المبدأ. وبعدين سيلفر بتفتكر راجل أصيب زمان بجروح خطيرة، لكن اتشافى بأعجوبة في وقت قصير، رغم إن أهلها قالوا لها في الأول إن مفيش أمل في حياته. فهمت سيلفر إن الكبار كتير بيبقى عندهم أسرار مخفية، وقررت وقتها إنها تحتفظ بالكتب لما تكبر. وكويلان بينصح سيلفر بعدم عرض سحر التاروت بتاعها قدام الناس، وقال لها ان هو والدكتور ليفايس درسوا تاريخ التاروت وعرفوا ان سحر التاروت كان بيتعرض للظلم والاستعباد قبل ما يجي لمملكة ديسكانديا، وهو فاكر ان السبب وراء محاولة الكبار في عائلتها اخفاء قدراتهم هو انهم خايفين من ان سحر التاروت يكون مرغوب فيه من غيرهم. وكويلان بينصحها بشدة بعدم تكرار اللي عملته في حفلة عيد ميلاده، ووضح الدكتور ليفايس إن سحر سيلفر ممكن يساعده في مواجهة السحر اللي بيؤدي لتآكل أعضاء كويلان، وده ممكن يديله فرصة إنه يعيش أطول لو تم تقنين سحرها في جسمه كل يوم. إنزو زعل لما شاف سيلفر بره، وقال لها إنه كان قايل لها ما تخرجش، وسيلفر بتوضح له إنها جات عشان تقابل الأمير كويلان، وهو كان عاوز يقابلها. إنزو كان لسه زعلان بس سامحها على الحادثة اللي فاتت، واعتبرها إنها أول مرة تعملها. بعدين جاب لها هدية، ورغم إن قال لها إن الفكرة كانت من ويندي عشان يعتذر عن سوء التفاهم. وإنزو جادل إن سيلفر هي اللي تعدت على المنطقة الممنوعة، وكان بيسألها هو ليه لازم يعتذر، وويندي هي اللي قالت له إنه لازم يعتذر أو يبعت هدية صغيرة. وإنزو كان بيفكر في طبيعة سيلفر اللي كلها حيوية، واقترح إنه يرسل لها حيوان زي السنجاب أو قط هدية. ولما سيلفر فتحت الهدية اتفاجئت، وافتكر إنه ده تهديد أو تخويف عشان الهدية فيها حاجة كانت غير متوقعة. سيدت إنزو واجهته بتصرفاته، وقالت له إن بما إن أنيتا بتحب تساعده يبقى لازم تخدمه في بيته. كمان قالت له إنها بتحاول تنتقم من الملكة وفكرته بأذى الملكة ليها. وإنزو بيسأل ليه هي حاولت تسعى تجذب أنيتا للمنطقة الممنوعة، مع إنه عارف إن ده ممكن يضر والدته، وعبر عن قلقه على سلامتها. وفي نفس الوقت ده بتسأل سيلفر كويلان هو إزاي وعامل إيه دلوقتي، فأجابها إنه بقى كويس جدا ووزنه بقى أخف وشكرها. وضحت سيلفر لكويلان إن الدكتور ليفايس قال إن السحر اللي بيدخل الجسم من الدماغ ممكن يتسبب في صداع، وإن شم زهور معينة ممكن يساعد في تخفيفه. وبعدين عرضت مساعدتها لكويلان لو حصل له أي صداع في المستقبل. وضحت سيلفر الأميرة كانت بتستخدم سحرها عشان تطلع ورد الأم لأنها بتحب الورد، وسألته سيلفر لو كانت الأميرة بتبعت ورد للملكة، فأجابها كويلان إن علاقتهم كويسة جدا، وإن عمره ما يعتقد إن الأميرة كانت بتخطط لإزاء أمه. وسيلفر أعربت عن امتنانها للمعلومات اللي بيقدمها عشان تعمل شاي، لكن ما لقيتش مكان للشاي وشكت في الخادمة اللي راحت تتغدى، وعلقت سيلفر إن لسه مجاش وقت الغدا ويمكن الخادمة التانية بتتكاسل. وبعدين عرض كويلان على سيلفر شوية مكرونة وبتقبلها منه، وافتكرت سيلفر ان كويلان دايما بيكون كده، وانها ما كانتش شافت خادمته المرة اللي فاتت لما زارته، على الرغم من انه ادعى انه طردها. وتسألت سيلفر ليه الأوضة متبهدلة،
أكتر من أوديتها، وتسألت كمان لو كويلان كان بقى كويس مع وضعه الحالي نظرا لحالته الصحية السيئة وعدم قدرته على وراثة العرش. وبيجي ابن كويلان وبيسأله إذا كان جرب شاي الوردة قبل كده وشجعه على تجربته للشاي. فكر كويلان في إن أنيتا كانت بتعمل له الشاي زي ده ووافق يجربه، واندهش من فكرة شرب الزهور. وسيلفر بتحط وردة على شعرها مسحب إنها جميلة، وبعدين بيدخل إنزو أوضة كويلان وقاله إن سمع أنيتا هناك، وشرح كويلان إنه طلب من أنيتا تعلمه إزاي يعمل الشاي. وبيضحك إنزو لما شاف كويلان ساب الظهر في الشاي وسأله ليه جاي. قال إنزو إن ويندي جاي عشان تشوف أنيتا، وبعدين جت سيلفر ووشوشتها، وجت سيلفر واتقابلت مع ويندي، وقدم دين رئيس الحراس الجديد فارس فينريك لأنيتا. ولف فينريك لأنيتا بأدب وسأل إنزو كويلان عن شاي الزهور، وحكى لكويلان إن أنيتا كانت بتعمله في البيت فكان طعمه كويس. بعد كده حكى إنزو لكويلان إنه شاف جدته في الجنة، واقترح كويلان إنهم يتكلموا عنها في وقت تاني. سيلفر رحبت بفينريك وسألت ويندي أنيتا عن خدمة، وشرحت ويندي إن في مسرح عايز يحول رواية كتبتها إلى مسرحية، وإنها بتحتاج لنصيحة بشأن مقطع شافته إنه محرج، وكانت الرواية كانت بعنوان حرب الآلهة، وكانت اتنشرت من عامين وتضمنت بطلة من عائلة نبيلة فبتغادر من منزلها وبتسافر إلى دول مختلفة وبتصبح أول فارسة في الإمبراطورية. وفوجئة سيلفر إنها بتعرف إن ويندي هي مؤلفة الرواية اللي كانت لها العديد من المعجبين بين فتيات العشيرة الرهيبة. على الرغم من إنها كانت رواية خيالية، كانت ويندي بتعيش في الجبال من سنوات وكانت محبطة وبتسأل إيه اللي حطته أنيتا في الشاي لأنه خلاها عندها صداع. وبيلاحظ إنزو إن سيلفر بتتكلم مع فينرر نفس الراجل المقنع اللي كان حاول يخطفها قبل كده، وكانت سيلفر بتتكلم معاه وبتقوله إنه يسيبها، كأنه عبر عن معرفته برغبتها في تجنب الزواج المدبر وعرض عليها استحابها لمكان بعيد وهناك محدش يعرفهم. لكن بيتدخل إنزو بيمسك إيد فينرر وبيطالب بمعرفته. في وسط كل ده بيتصحح سطر فينرر في المسرحية واللي كانوا بيناقشوها، وكان إنزو لسه مش فاهم وبيسأل سيلفر لو عارفة فينرر. لكن بتتدخل ويندي وبتفهمه إن فينرر هو فارسها الجديد، وزودت سيلفر وقالت إنهم كانوا لسه بيمثلوا مشهد من مسرحية عشان يشوفوا إزاي السيناريو بيشتغل. وبعدين قالت ويندي لإنزو إنه كان في دور مثالي ليه جدا في المسرحية، لكن بدأ إنزو إنه مش مهتم وذكر سيدة مية بسرعة وعبر عن نيته إنه يمشي. لكن فكرت سيلفر لنفسها إن تمثيله ما كانش حلو، بينما استمر إنزو وقال إنه رغم الخلافات اللي كانت بينهم إلا إنه عمره ما كرهها، وكان حاسس إنه في أزمة لما بيفكر فيها بس مش عارف يشرح لها ولا يكلمها إزاي. واعترفت سيلفر بحبها لإنزو وقالت إنها حبته من زمان وكانت دايما بتحاول تلفت انتباهه. كان إنزو متردد بس قبل ما يرد عليها قطعته ويندي المخرجة وطلبت منه يمسك إيد أنيتا ويشكرها على كلامها اللي هو ما عندوش الشجاعة إنه يقوله. حس إنزو إن سيناريو المسرحية محرج، وسيلفر بتدافع عن اعترافها الشجاع واتهمت إنزو إنه مقراش الكلام صح، وواضح إنه كان فاكر إنه غير منطقي. في المشهد التاني بالليل كانت سيلفر في أوضتها وبتسأل ويندي إذا كانت الكونتيسة استدرجتها للبرج عن قصد. أكدت ويندي ده وذكرت إن الكونتيسة عمرها ما كانت بتحب الأبراج خالص، وسألت سيلفر نفسها إذا كانت فهمت تصرفات إنزو غلط. وبعدين لاحظت ويندي هدية على سرير سيلفر ولقيتها لطيفة وافتكرت إنها من إنزو، وبتوضح سيلفر إنها ما فهمتش إنزو غلط. وبعدين غفلت ويندي فجأة وقامت سيلفر من سريرها وظهر فينرر قدامها ومسكها وسكتها عشان يكشف عن وجوده ليها. ومع ذلك اتفاجئت سيلفر بتصرفه. خرج فينرر وسيلفر من الأوضة، وضح فينرر انه موجود عشان يساعدها على الهروب وان عربة ويندي منتظرة برة، واصر على انها بحاجة انها تمشي من القصر عشان تتجنب انكشاف هويتها. بس سيلفر مصممة على انها تفضل وتكمل تحقيقها في جرائم قتل عائلتها، وقالت ان تحقيقها بيعمل تقدم. فينرر بيقول انه ممتن لشعبها على انقاذ حياته، ووعد انه يعمل كل حاجة عشان يحافظ عليها، وسأل اذا كان في حاجة محددة ممكن يعملها لها، وامر فينرر سيلفر تروح البرج واداها اشارة لو حد قرب منها. وافقت سيلفر ودخلت البرج بس من ورا، والملكة بتظهر وبتسأل هي مين، وبترجع سيلفر وبتستغرب لما بتشوف الملكة وبتسأل الملكة سيلفر عن شعرها الاحمر،
وسيلفر بتعرفها على نفسها على إنها أنيتا الأميرة، وبتشرح إنها بعتتها عمتها عشان توصل لها شوية ورد. وبعدين الملكة بتقرب من سيلفر وبتسألها لو فارمل فعلا بعتت لها ورد. وافقت سيلفر بس أصرت إنها مش هتديها الورد إلا لو الملكة ردت على أسئلتها. وبتلاحظ سيلفر إن الملكة لسه شكلها زي ما يكون مجنون، ومشوا ناحية صورة فارمل. تظهر سيلفر للملكة موديل تسأل لو تعرف إيه معناه، وبتشرح الملكة إنها رسمت الموديل ده بناء على طلب فارمل. فجأة بتصرخ الملكة على سيلفر عشان تمشي وهي ماسكة راسها من الوجع، وسيلفر بتتصدم من تصرف الملكة. حاولت تستخدم سحرها عشان تساعدها، وسألت نفسها إذا كان ده مرض الملكة ناتج عن السحر. في نفس الوقت ده لاحظ فينرر إنزو وسأل نفسه هو بيعمل إيه هناك. سيلفر كانت بتضغط على الملكة عشان تفسر لها معنى النمط، وبعد ما الملكة قدرت أخيرا إنها تقول المعنى، لكن سيلفر كانت مستغربة ومش فاهمة. في الوقت اللي حاولت سيلفر تفهم فيه كان أشار فينرر من برة ورمت سيلفر حجر من الشباك، وعرفت سيلفر إنها لازم تمشي دلوقتي وراحت ناحية الباب. بس اتفاجئت بوجود إنزو واقف وهددها إنزو وقال لها إنها في ورطة كبيرة المرة دي. في نفس الوقت ده وجه فيرر بندقيته ناحية إنزو في وضعية الاستعداد.